بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة في سلسلة تشخيص الأمراض البكتيرية للدواجن، وهنبدأ بواحد من أهم الأمراض اللي بتصيب الدواجن، وهي السالمونيلا أو مرض السالمونيلوزيس. يعتبر مرض السالمونيلوزيس من الأمراض relatively common، وكمان كومن في البولتري، وكمان لي public health significance عشان موضوع contamination of poultry products زي ما هنتكلم بعد كده، ويحصل لها consumption وتؤدي الى food poisoning. تقسم الامراض التي تحدث نتيجة السالمونيلا في البولتري الى two categories. اول category disease caused by non-motile salmonella. النرموتايل سالمونيلا ديت كمان بتعتبر هوست سبيسيفيك او هوست ادابتد، لان هي بتسيب التشيكن والتركي او التركيز ميلي. والاكزامبل هنا البالورام ديزيز والفاول تايفويد. في الكاتيجوري الاخر اللي هو ديزيز سالمونيلوزس ان بولتري باي موتايل سالمونيلا، ودي نون host specific، والاكزامبل عليها الفاول باراتيفيد. يبقى في ثلاث امراض مهمين في الدواجن نتيجه السالمونيلا: بالورام ديزيز والفاول تايفويد واخيرا الفاول باراتيفويد. هنتكلم دلوقتي على the most important salmonella serovars in poultry. ايه انواع السالمونيلا serovars اللي عملت الامراض اللي احنا قلنا عليها في السلايد؟ هنرجع تاني نقسم ان في حاجه اسمها نون موتايل سالمونيلا، ودي هوست سبيسيفيك. برضو توضيح اخر للهوست سبيسيفيك، ان هي اكسكلوزيف للبولتري بصفه عامه، ونادر ما بتصيب الهيومن او الماملز. ودي في النوع الرئيسي بتاعها سالمونيلا انتريكا سيروفار جالينيرام. هذا السيروفار اللي هو جالينيرام بيحصل له سب كلاسيفيكيشن على حسب البايوكيميكال كاركترز الى اتنين بايو تايبز، واحيانا بيطلق عليهم بايو فارز، اللي هو البايو تايب جالينيرام، ومجازا بقول عليها سالمونيلا جالينيرام، لكن الاسم العلمي صحيح مفروض اقول ايه بقى؟ سالمونيلا انتريكا سيروفار جالينيرام بايو فار جالينيرام. ودي اللي بتعمل الفاول تايفويد زي ما هنقول في بعد كده، وده بيصيب الامار ريلاتيفلي الكبيره. في البايو تايب او البايو فار التاني اللي هو بالورام، مجازا بنقول عليه سالمونيلا بالورام، لكن الاسم العلمي الصحيح هو سالمونيلا انتريكا سيروفار جالينيرام بايوفار او بايوتايب بالورام. وده اللي بيعمل من اسم البالورام ديزيز، وبيصيب عاده اليانج تشيكس. يبقى الاختلاف بين الجالينيرام والبالورام زي ما هنشوف بعد كده في البايوكيميكال تيست، وريسنتلي تم استحداث بي سي ار للديفرنشيشن بينهم. الكاتيجوري الثاني اللي هو بيعمل الباراتيفويد، ده اي سيروفارز غير السالمونيلا انتريكا سيروفار جالينيرام بايوفار بالورام وجالينيرام، اي سالمونيلا اخرى ديت اللي بتسبب الباراتيفويد. و the most common سيروفارز are typhimurium enterititis كنتاكي واريزوني. لكن خلينا اقول لكم ان السيروفارز دي بتختلف من بلد لاخر على حسب الانديميستي او السترين او السيروفار الانديميك اللي موجود او الزوتيك اللي موجود في الكنتري، وبدا بيختلف من بلد الى اخر. الجدول ده عباره عن كوفمان وايت كلاسيفيكيشن سكيم اللي بيستخدم فور سيروتايبنج للسالمونيلا. زي ما انتم شايفين في البوكس اللي انا معلم عليه بالاحمر، ان الجالينيرام والبالورام كسولولوجي كاو انتيجين، هما او انتيجين بتاعهم 1 و9 و12، ولا تحمل طبعا فيز 1 ولا فيز 2 اتش انتيجين، لان هو ان هي نون موتايل. فطبعا سولولوجيكالي الاثنين تيبيكال، لا يوجد اختلاف بينهم. الجدول ده بيلخص الاختلاف بين الجالينيرام والبالورام كبايوفارز او بايوتايبس.
اهم حاجه في الجدول ده البوكسات اللي انا معلم عليها بالاحمر. خلي بالكم ال H2S production اللي هو صفه اساسيه للسالمونيلا في حاله الجالينيرا والبلوره بتبقى variable، يعني ممكن الاقي بعض الاسترينز بيدي او يحصل لها ديلي في البوزيتيف او ما تديش، فالاثنين variable. دي نقطه مهمه ك H2S production. اما الاختلاف الرئيسي، اول حاجه الجاز from glucose فيرمنتيشن اللي بيبقى موجود في الدرهم تيوب بيظهر فقط في البلوره. النقطه الثانيه الاورنيثين ديكربوكسيليز بوزيتيف فقط في البلوره، اما في الدالسيتول العكس، الدالسيتول بوزيتيف في الجالينيرم ونيجاتيف في البلوره. يبقى الحاجات المهمه كبايو تايبس او بايو كيميكال تيست اللي الاختلاف بين البلورة والجالينيرم هو الجاز فروم جلوكوز، الأورنيثين ديكربوكسيليشن، والدالسيتول فيرمنتيشن. ننتقل إلى اللابراتي دياجنوزيس أوف بلورام ديزيز أو مجازا بيسمى الباسيلاري وايت دايريا، لأنه بيبقى فيه كاركترستيك وايتش دايريا كارر. قبل ما نخش على اللابراتوري دياجنوزيس خلينا ناخد فكره عن المرض كباك جراوند. البالورم ديزيز يعتبر واحد من الهايلي فيتال ديزيز خصوصا لليانج تشيكس والبوليتس اللي هو اليانج بتاعت التشيكن والتركس. الادلت بتبقى ريلاتيفلي مور ريزيستنت. طيب اليانج المقصود بيه هنا ايه؟ غالبا اقل من 3 ويكس. وهذا المرض primary egg transmitted، يعني the main road of infection عبارة عن transovarian أو vertical، بالرغم ان في other means زي ال contaminated feeds والwater والlitters وأيضا الوايد بيرد والباك يارد بولتي اللي هو بيتربى في الفرينج في الأرياف كده في الشوارع، أو ده بيبقى act as reservoir للسالمونيلا بلورون. زي ما احنا قلنا بيتميز بي وايد دايريا، وبرضو بتلاقي الفنت اريا بتبقى ملوثه بالفيكال او الوايتش فيكال مطر، ودي بتبقى كاركترستيك ككلينيكال ساينس. الاذر ساينس بقى اللي هي الجنرال يعني سومنلنت، يعني بيبقى ان الطير نعاس كده ونايم ديبريست. النقطة المهمة بيبقى هادر نير هير صوت الهيد سورس بيبقى قريب للدفاية، وبيحصل ريدارتيشن في الجروس، وأحيانا ككمبليكيشن بيبقى فيه بعض الريسبيراتي ساينز وسوولن في الجوينز، يعني بتبقى المفاصل منتفخة. احنا قلنا في الماتور بيرد البالورم ديزيز بيبقى ليس سيفير، لكن ممكن ينتج عنه الريدكشن في الايج برودكشن والهيتش والهاتشابيليتي. ما زلنا مكملين في تشخيص البالورم ديزيز ونتكلم هنا على البوست مورتم ليجنز. في حالات الاكيوت فورم نتيجه اكيوت سيبسيميا وديس ممكن تفتح الحيوان ما تلاقيش، شفت تفتح البولتري ما تلاقيش اي ليجونز، دي بيبقى لسه في حاله الاكيوت سيبتسيميا وحصل بير اكيوت ديس. ولكن في فرضه في اليانج برضه بتلاقي الان ابزورب تيوك ساك خصوصا في الاسبوع الاولاني. النقطه المهمه بقى وتعتبر كاركترستيك جريش وايتش ميليتري نيديولز، بقى في مالتيبل نيديولز نتيجه النكروزز زي ما انتم شايفين كده في الليفر واحيانا في السبلين واللنج والهارت والجزر والانتست. البرضو اللي بيميز البلورم الليفر بتبقى بايل ستيند ليفر ويز لارجد جول بلادر، والجول بلادر دي من الحاجات المهمه جدا، واحنا كمان بنستخدم البايل كسامبلز فور ايزوليشن. يعني بقول لك خلي بالك الليجن هنا هايلي سجستيف لكن ماست بي كونفيرمد عن طريق other confirmatory test لأن ممكن تتشابه مع بعض الأمراض الأخرى. قبل ما نخش على الاختبارات المعملية خلينا برضو ندي فكرة عن الفاول تيفويد كديزيز كباك جراوند. طبعا هو أفكت الدوميستيك والوايلد فاول
احنا في رينج شوية عن البلورة، ممكن التشيكن والتركي والداجز والبيجن، وان احنا ان هو بيصيب الاعمار الكبيرة يعني بعد 12 ويكس وانت طالع. الاعراض بيحصل شارب ديكلاين في الفود كونسبشن والايج برودكشن، وبرضو بتقل الفيرتلايزيشن والهاتشابيليتي ريتس. الساينز زي ما احنا متعودين بقى، الحاجات اللي هي الخاصة بالأمراض، ليست لسنس الطائر يعني خامل، وفي المهم هنا في جرين أوريلو دايرية، ودي بتختلف عن البلورة. يبقى هنا الدايرية بيبقى جرينش إلى يلوش دايرية، وتبقى برضو بيستد ذا فينت إليا، الجزء بتاع الفينت إريا. في لوس اوف ابيتايت، انكريز ثيرست، بيبقى عطش زياده. من النقطه المهمه بقى هنا البيل انيميك ابييرنس اوف كومب اند ووتر، يعني دي برضو كاركترستيك ان الكومب والووتر بيحصل لهم بيلنس او بيبانوا ان هم مش وردي باللون الطبيعي بتاعته. طيب لو حصل الفاول تايفويد في اليونج بيردز بيبقى زي الاعراض بتاعت البلورم انفكشن. الصور دي بتوضح البي ام ليجنز اللي هي الفاول تايفويد، بنلاقي اللارجمنت اند برونز جرينش تند اوف ليفر ويز نكروتيك فوكاي، مالتيبل نكروتيك فوكاي، الديستنشن اوف جول بلادر، واللارجمنت اللي هي السبلين والكدني. زي ما احنا شايفين اول صوره فوق بنلاقي الاكيوت ديت حاله ليجنز اللي هي الاكيوت فاول تايفويد. في الادلت بيرد بنلاقي اللارجمنت والبرونز جرينش تنت للليفر. الصوره اللي في النص هنا بنلاقي المالتيبل او ذا سايز اوف ليفر نيكروزز فارينج فروم ميليتري تو سبوت، يعني النقط بتاعه النيكروزز بتتراوح من نقط صغيره الى سبوتس، ممكن تتراوح الدايمتر بتاعها من 1 إلى 2 سنتي. الجزء الاخير دي اسبلين، حصل له سبلين وميجالي في حاله التيفود، ودي كاركترستيك بيكبر 2 لـ 3 تايمز، واحيانا ايضا بنلاقي جريش وايتش نيديولز على السيرفيس بتاعه. هندخل بقى على الجزء المعملي وهو اللابراتي دياجنوزيس اوف بلورم ديزيز والفاول تيفويد. وانا اتعمدت هنا ادخل بالستورولوجي على طول، ما ادخلش بالسيستم اللي احنا عارفينه في البكتيريولوجي اللي هو الاول ايزوليشن وبعدين بايوكيميكال تيست وستولوجيكال وبعدين البي سي ار. لا انا بادئ ليه بالستولوجيكال تيست، لانه ده فعلا اللي بيتم بره، يعني نادر ما تلاقي المعامل عشان تشخص السالمونيلا بتزرع. ده حاجه كويسه وكونفيرماتوري، لكن انا بكلمكم على اللي بيتم اول ابروتش لتشخيص السالمونيلوزيس في البولتري سواء كان بلورم ديزيز او الفاول تايفويد. هنبدا بالرابيد هول بلاد اجلوتينيشن تيست، وده نوع من الاجلوتينيشن تيست بيستخدم في الهول بلاد، وطبعا بيتم عن طريق السلايد اجلوتينيشن، وده يعتبر رابيد سكريننج تيست يوزد اندر فيلد كونديشن فور ديتكتنج بوث بلورم اند جالينيرم. طبعا بالايدنتيفيكيشن بيتم immediately within few minutes زي اختبار بتاع blood globing تحديد فصيله الدم في الهيومن. لكن خلي بالك ان انت ما تعملش هذا الاختبار في الادلت تركي والداكس، لان ممكن يديلك false positive result، لان الكائنات ديت بتبقى carrier للسالمونيلا فممكن تديلك سيرولوجي false positive. ده بيتعمل عن طريق استخدام ستاندرد ستيند سالمونيلا انتيجين، وهذا السالمونيلا انتيجين بيحصل له ستيننج ب 3% الكحوليك كريستال فايلوت. اختبار تاني مشابه لي هو رابيد سيرم اجلوتينشن تيست، هو زيه بالظبط بس انا بستبدل البلد بالسيرم. بس يقول لك خلي بالك السيرم يفضل تستخدمه ويزن 72 ساعة بعد الكوليكشن، عشان لو استخدمته بعد كده بيدي لك نون سبيسيفيك رياكشن. طب لو انت عايز يا اما تستخدم فريش سامبل، او لو انت مش جاهز دلوقتي الاختبار حطه في الفريزر مفيش مشكله، لكن ما تستخدمش سيرم
بعد 72 ساعة من الكوليكشن بتاعه. ما زلنا مكملين في اختبارات السيرولوجي، وهننتقل الى نوع اخر اللي هو السيرم تيوب اجلوتينيشن تيست، اللي هو مور سبيسيفيك عن السلايد، وايضا ممكن يستخدم كوانتيتيف. احنا قلنا لازم فريش سيرم من التشيكن والتركي او اذر بيرد اللي هو يستخدم. هنا بقى بستخدم انستيند انتيجين غير السلايد اللي احنا قلنا عليه. طب الانستيند البوزيتيف رياكشن هشوفه على هيئه ايه؟ على هيئه جرانولار وايت ديبوزيت ويز كلير سوبرناتنت فلويد زي ما هنشوف الصوره. وفي حاله النيجاتيف بلاقي كل الانبوبه فيها يونيفورم تيربيديتي. هذا الاختبار ممكن ان يستخدم بدل التيوب في المايكرو تايتر بليت، فبسميه المايكرو اجلوتينيشن تيست. واحنا قلنا قبل كده في السيرولوجيكال تيست المايكرو تايتر بليت فيها ميزتين مهمين جدا، ان انت بتستخدم سمول فوليوم من الريجنت والسيرم، وايضا ممكن تعمل ميني اوف سامبلز في وقت واحد. الصور دي بتوضح الريزلت بتاعه السلايد اجلوتينيشن تيست اللي هو على الشمال، واللي على اليمين التيوب اجلوتينيشن تيست. زي ما انتم شايفين في الصوره اللي على الشمال في ثلاث صور. من فوق الصوره اللي هي فيها فريكيوز او جرانيولز دي سترونج بوزيتيف. الصوره اللي جنبها اللي فيها سمول او فاين جرانيولز دي سسبكت، اما الصوره اللي تحت اللي هي ما فيهاش اي جرانيولز او اجريجيشن دي نيجاتيف ريزلت. اما الصوره على اليمين دي تيوب اجلوتينشن تيست، وبنلاحظ ان لغايه الانبوبه رقم 3 في وايت بريسيبيتيشن او ديبوزيت في الانبوبه والسوبرناتنت كلير، اما من الانبوبه الرابعه لغايه الانبوبه الاخيره فبنلاقي يونيفورم ديربيديتي. يبقى الاند بوينت هنا هي التخفيف في انبوبه رقم 3. المزيد من التفاصيل الخاصه بالتيوب اجلوتينشن تيست ممكن ترجعوا في القناه لسكشن اللي هو سيرولوجيكال تيست الاولاني بارت 1. ده شكل المايكرو تايتر بليت اللي انا بستخدمها بديله للتيوب اجلوتينيشن تيست، وشما انتم شايفين فيها كذا رو بكذا ديليوشن. ممكن اعمل في كل رو اعمل سامبل معينه، وديت بتبقى 96 ويلز. ما زلنا مكملين في سيرولوجيكال تيست، وبننتقل الى اختبار من الاختبارات المهمه اللي هي برضو بتشتغل كوانتيتيف وكواليتيتيف، اللي هو الاليزا او الانزيم لينكد اميونوسوربنت اسي، وده بيستخدم فور ديتكشن اوف انتي بودي اجينست بالورام او الجالينيرام، وخصوصا المور سينسيف منه اللي هو الاندايركت اليزا اللي بيعتمد على الليبوبوليسكرايت انتيجين. ده بيبقى مور سينسيف اند سبيسيفيك خصوصا كسكرينينج فور فلوك او فلوك سكرينينج تيست. ده بيستخدم للسالمونيلا واذر يعني بالورام جلينيوم واي سالمونيلا. ده برضو ممكن يعمل لك كوانتيتيف ريزلت للتتر بتاع الانتي بوديز. حاليا لا يوجد كوميرشن الإلايزا كيتس فور بالورام وجلينيرام، لكن انت ممكن تستخدم في كيتس خاصة باللايبوبوليسكرايد بتاعة الانتريديديس، وده بيستخدمها ناس كتيرة، لكن this have not been validated. يعني لازم يعني تتعمل كتير عشان نتأكد من السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بتاعتها. الدياجرام دوت بيوضح لك التايبز او ديفرنت تايب اوف اليزا. في حاجه اسمها عندنا اسمها دايركت اليزا، وبعدين اندايركت اليزا، ساندويتش اليزا، والكومبيتيتيف اليزا. زي ما انتم شايفين في الدايركت اليزا بيبقى الانتيجين كودنج في البليت، وبعد كده بحط عليه الانتي بودي كونجيجيت، وعن طريق الانزيمز والرياكشن منهم من بعض بيحصل بيطلع الدايركت. في حالة الاندايركت هنا ببدأ بالانتيجين برضو وانتي بودي، وفي سكندي انتي بودي كونجيجيت، يعني في معمول انتي بودي من الانتي بودي، فعشان كده بيبقى في بيسموها اندايركت. في حالة الساندويتش اليزا ببدأ هنا بالانتي بودي هو اللي بيبقى كوتينج في البليت او كابتشر، وبعد كده بيبقى في الانتيجين، وبعد كده يبقى في الانتي بودي تاني،
وفي عندي سكندري انتي بودي، فبيبقى الانتيجين بين اتنين انتي بودي مع السبزي، واخيرا الكومبتيتيف اللي انت بتحط مع زي الدايركت اليزر، لكن بتحط له نون انتيجين وانتي بودي كومبتيتيف معاه، وده طبعا ده اكتر حساسيه فيهم. بالنسبه للانتربريتيشن في اليزر زي ما احنا وضحنا انه ممكن يكون كواليتيتيف، يعني بيدي لك يا بوزيتيف يا نيجاتيف فقط بدون ما يحدد لك كوانتيتيشن. اما الجزء المهم اللي هو الكوانتيتيف اللي هو بيديك تايتر بقى او تيتر للانتي بودي من خلال عمل الستاندر كيرف، وانت بتعمل سيريال ديليوشن اوف نون بروفايد انتيجين عشان تقدر تحدد بالظبط الكميه من الانتي بوديز. طيب هننتقل للجزء المهم الخاص بالبكتيريولوجيكال اكزامينيشن اللي هو الكالتشرنج اند ايزوليشن اوف سالمونيلا. زي ما قلت لكم انا بديت بالسيرولوجي لان هو ده الفيرست ابروتش اللي بيتم في المعامل في الفيلد او بره، لكن برضو الكالتشرنج برضو موجود ويعتبر مش صعب قوي. خلي بالك لما تيجي تاخد سامبل فور كالتشرنج ايزوليشن يفضل تتاخد من بيردز او ايجز that have recently been treated with antimicrobial، يعني ما تاخدش عينات من فراخ خدت ككيس هيستوري انتي ميكروبيال او انتي بيوتيك قريب. العينات ممكن تكون تيشو زي السيكل تونسل والليفر والجول بلادر والسبلين والاوفريز from infected bear، وممكن يكون فيكال ماتيريال وانفيرومنتال سامبلز زي يعني different اللي احنا نقولها بعد كده. لكن خلي بالك بيقول لك ان في حاله ان التشو يعني الزرع من الأنسجة والانتينال أورجن أفضل من الانفيرومنتال فيكال سامبل. ليه؟ عشان فرز السالمونيلا في الفيسز والانفيرومنت بيبقى inconsistent، مش ثابت، intermittent للشيدنج بتاع السالمونيلا. فبالتالي بيقول لك الانتينال أورجن أفضل من الفيسز والانفيرومنتال سامبل. طبعا أنا بحرق السيرفيس السيرد ويز هوت سباتولا، والسامبل بياخدوا عن طريق سترايل كودين سواب او سترايل لوب واحيانا سترايل فورسيبس بعد ما اعمل هيت استرايزيشن للسيرفيس. النقطة المهمة جدا بقى في طريقتين لزرع السالمونيلا زي ما نقول عليهم او ميديات، في حاجة اسمها نون سيلكتيف ميديا ودي تستخدم للسترايل سامبلز اللي هي جاية من الانتينر أورجن. أما لو عندك كونتامينيتد سامبلز زي الفيسز والانتستانال كونتينت والانفيرومنت لازم تزرعها على سيلكتيف بروس أو ميديا. بيقولك خلي بالك التيشو سامبل مفروض تزرعها على طول وزود ديلاي، ولو انت هتسيبها شوية يفضل تحطها في التلاجة عند 4 ديجري سنتيجريد. الوقت يعني نتكلم على تفصيل بعد السامبلينج او السبيسمن الخطوات. اول حاجة الريتشمنت بروس، ودي طبعا غالبا بتبقى سيلكتيف بروس زي السيرونايت هنا اف بروس، بس في نوع جديد اسمه سيرونايت 16 اف بروس، ده افضل من السيرونايت اف بروس القديم، ده مور ستيبل وليس ولهوش تأثير انهيبيتوري على الجالينيرم والبلورم زي السيرونايت اف بروس العادي. وزي ما احنا قلنا ان انت لما بتيجي تزرع السبيسمن اللي هي كونتامينيتد لو زرعتها على نون سيلكتيف ميديا وليكن فيك الكالتشر هنا بتدي الى فولس نيجاتيف، لان الاذر بكتيريا بيحصلها اوفر جروس لي على السالمونيلا جالينيلوم وبلورم. وبالتالي السيلكتيف الريتشمنت بروس بيبقى انديكيتد للفيزز والانتستينال كونتنت او انفيرومنتال سامبل. طبعا لازم تخلي بالك وانت بتاخد التيشو والاورجان تبقى اندر اسيبتيك كونديشن. النوع الثاني والاحدث في البروس اللي هو رابابورت فاسيلياديس، ودوت بيتحط فيه كمان صويا فاسمه رابابورت فاسيلياديس صويا او الـ RVS بيبتون بروس،
وده بيستخدم ك selective enrichment، وباخد واحد بارت من النوكلوم مع 100 بارت من الميديا. هننتقل للخطوة الثانية الستاندرد فور سالمونيلا ايزوليشن، وهي الكالتشرنج على استخدام السيلكتيف اجار ميديا. يبقى بعد ما بعمل على ريتشمنت بروس بعمل على سيلكتيف اجار ميديا. طبعا احنا عارفين المكون كاجار وموجود في العملي وموجود في محاضرة السالمونيلا بالتفصيل، بيستخدم انه في بايل سولت بتعمل انهيبيشن للنون انتريك اورجانيزم، ويقدر يقسم لي الانتو بكتيريسي الى لاكتوز فيرمنتا بتاخد بينك كارر ونال لاكتوز فيرمنتا بتاخد كارر ليس والسالمونيلا منهم. هنا نقطه مهمه جدا، احنا بنشيل في المكون كاجار الصوديوم كلورايد عشان نعمل ليميتيشن للسبريدنج اوف بروتياس كولين. انت عارفين البروتياس تعتبر بيسموها بتعمل سوارمنج جروس، سين ويفز بتملى كل الطبق او بيسموها سبريدر بكتيريا، وبتعمل لي كونتامينيشن لو في سالمونيلا معاها. فانت لو شلت الصوديوم كلورايد من المكونكي هنا بتقلل وبتحجم السبريدنج او الكونتامينيشن بروتياس كولينيز والسوارمنج بتاعها. طبعا في السالمونيلا بتطلع سموز وكالرلس لان هي نون لاكتوز فيرمنتال، ولا خلي بالك ان السالمونيلا بلورم تبقى اصغر حجما عن باقي انواع من السالمونيلا. ويعتبر برضو المكونكي the jar of choice for direct plating from tissue، يعني انت لو عندك تيشو وعايز تزرعها مباشرة فبيقول لك ان المكونكي اجار يعتبر ideal. النوع الثاني والمهم اللي هو الزيلوزين لايسين ديوكسيكوليت او XLD اجار، وده في ميزة تانية ان بيعمل detection لل H2S production، بالرغم ان ال H2S production في البلورة والجانينيرم بيبقى variable، يعني ممكن الاقيها بوزيتيف او ديليت او ممكن ما الاقيش ال H2S اللي فيه صوت بلاك كارل. طبعا بيعمل انهيبيشن للنون انتريك اورجانيزم برضو. هنا بيقول لك سالمونيلا بلورم بتبقى سمول ريد ترانسلوسنت كولوني، الجالينيرم بتبقى سمول دوم شيبت، وممكن الجالينيرم بتدي سنترال بلاك سبوت نتيجه H2S. لكن انا قلت لك ال H2S كبايوكيميكال تيست بالنسبة للبلورم والجالينيرم فاريابل. آخر حاجة في التشخيص المعملي للبلورم والفاول تيفويد وهو ال PCR. طبعا كلنا عارفين PCR سينستيف وإيزي وسيمبل تيست وبيديك نتائج within few hours، خصوصا ان انت لازم تعرف ان السالمونيلا عشان توصل للسيروتايبين كمان اللي احنا قلنا عليه ده تايم كونسيومينج ومحتاج وبرضو غالي الانتي سيرا بتاعتها. وعندنا اتنين بايوفار متشابهين مع بعض سيرولوجيكالي، ما نقدرش كمان نفرقهم، لازم مضطر تعمل البايوكيميكال تيست اللي هي هتاخد منك يومين او تلات ايام ديلاي بعد الايزوليشن، يبقى انت داخل في 5 ايام اسبوع. وبالتالي البي سي ار هنا هيجي كابروتش هيبقى فيه ميزة، وميزات الأهم بقى غير اللي احنا عارفينها في السالمونيلا ان يقدر يفرق لك بين الجالينيرم وبين البلورم عن طريق جين سبيسيفيك اسمه الرات اي جين. الرات جين ده انكود حاجة اسمها البوتاتيف اوتر ممبرين بروتين، ده نوع من البروتين موجود في الاوتر ممبرين. هذا الجين بحالة استخدام البي سي ار بيدي لك في حالة الجالينيرم بي سي ار برودكت بتبقى 1047 زي ما هنشوف في الصورة، وفي حالة حالة الجالينيرم بيبقى 1047، في حالة البلورم بيبقى 243 بيز بير. يبقى البي سي ار كاختبار اكيوريت وسينستيف ورابيد وسيمبل غير انه هو في بيستخدمه في البكتيريا، في البلورم والجالينيرم بيدي لي ميزة اكسترا وهي التفريق بين البلورم والجالينيرم بايفارز اللي هما ما بفرقش بينهم بالسيرولوجي والبايوكيميكال بياخد وقت كتير. دي صور لاجروس جيل الكتروفريزيز للبي سي ار برودكت. زي ما انتم شايفين عيناتها كم واحد واثنين وثلاثة، الباند بتاعتها ودي جالينيرم 1047 بيز بير، في حين عيناتها كم 4 و5 و6
ديت بتبقى بلورم وبتبقى 243 بيس بير، ده بيسموه مالتيبلكس بي سي ار. ده very very important for differentiation of biovars gallinarum و بلورم. هننتقل للمرض الثالث والاخير لسه مونولوزيس في البولتي، وهو الباراتيفويد انفكشن. خلي بالكم الباراتيفويد في الهيومن بتسببها سالمونيلا باراتيفي A و B و C، اما الباراتيفويد في الدواجن فتسبب باي سالمونيلا سيروفار، عاده سيروفار جالينيرم بايوفار جالينيرم وبايوفار بلورام. دي نقطه مهمه جدا. الباراتيفويد انفكشن ليه كمان public health significance، لان بيتصاب السالمونيلا زي ما احنا قلنا المسؤول عنه non host specific، مش بس exclusive للبولتي، لا ده هي بتصيب الهيومن كمان وبتصيب الانمال وبتعمل food poisoning نتيجة contamination والmishandling للبولتري product. الباراتيفويد ممكن يكون acute او chronic. acute بيبقى غالبا في young beard خصوصا اقل من اسبوعين after hatching، ونادر ما يبقى acute في الادلت بيت، بس خلي بالك with exception of pigeons and canaries. بالنسبة للحمام وعصافير الكناريا ممكن يتصابوا باكيوت وهاي مورتاليتي عند اي عمر. وبدا اكسبشن ان الباراتيفويد از فيري امبورتانت وفيتال في البيجونز والكناريز. الكلينيكال ساينس ما فيهاش حاجه سبيسيفيك، يعني بيبقى التشيكن دراوسي، احيانا الاي كلوز رافلد فيزرز وجروبد نير ذا سورس اوف هيت ولي بور جروس وداريا. بيقول لك خلي بالك ان السالمونيلا انتريديتس ممكن تسبب ديكريز في الفيد كونسبشن وداريا وديكريز في الايج برودكشن في اللايرز بالنسبه للبياض. الفيكال كونتامينيشن اوف ايج شيل، يعني تلوث القشرة بتاعت البيض بالفيكال مطر، هي المين مود اوف ترانسميشن من البريدر او الليرز للبروجني. ولكن ايضا السالمونيلا انتريديتس والاريزوني ديت بيحصل لها ترانس اوفريان ترانسميشن زي البلورام وجالينيرم. يبقى معظم انواع السالمونيلا زي الانتريديتس والتايفيموريوم والكنتاك وهكذا، الاساس في في الترانسميشن عن طريق الكونتامينيشن اوف ايج شيل، قشره البيضه بالفيكال ماتر اثناء عمليه التبويض او وضع البيض، بلس لو كان انتريديدز او اريزونا هنا بيبقى في احتماليه الترانس اوفريان جايه من البيضه وليس كونتامينيشن من الشيل. خلي بالكم برضو نتيجه تعدد السيروفارز بتاعت الباراتيفويد، في اختلاف في الباثوجينيستي بين الانواع او سيروفارز مختلفه. وزي ما قلت لكم السيروفارز بتختلف من دوله الى اخرى حسب الانديميك سترينز اللي موجوده في كل بلد. بالنسبه لتشخيص الباراتيفويد انفكشن كبوست مورتم ليجنز، الصورة دي بتوضح في enlargement في الليفر with pinpoint necrotic foci، واحيانا كمان في اليونج تشيك بيبقى الانابزوربت يوكساك. او احنا قلنا ان في كل امراض السالمونيلا ممكن في حالة الاكيوت والسبتسيميا ما نلاقيش اي بي ام ليجون. طيب بعد البي ام تشخيص الباراتيفويد بيعتمد على isolation والidentification والسيروتايبنج اوف ذا كوجيتيف ايجنت. ليه؟ لان السيرولوجي از نوت هايلي ريليبل، يعني لا يوجد اختبارات سيرولوجيه كتيره للباراتيفويد مش زي البلورام والجالينيرم. يبقى الاساس هنا في تشخيص الباراتيفويد هيعتمد على عزل البكتيريا وتصنيفها وسيروتايبنج، عشان هي ليها السكادول اللي احنا قلنا عليه الكوفمان وايت سكيم فور سيروتايبنج.